لقد حللت مشكلة المال. إذا يسأل الفتى المدعو كراو بمعنى الغراب بصوته الاعتيادي البليد الذي يشبه شخصا استيقظ توا من النوم ومازال فمه ثقيلا، لكنه يتظاهر بهذا فحسب، فهو صاح كليا كعادته. أومئ برأسي إيجابا، كم؟ أراجع الرقم في ذهني، حوالي 40,000 ين، بالإضافة إلى ما يمكن سحبه من ماكنة الصراف الآلي. أعرف أنه ليس بالمبلغ الكبير، لكنه يكفي في الوقت الحالي، ليس سيئا في الوقت الحالي، يقول الفتى المدعو كراو. أومئ مجددا، أحسب أنك لم تتلقى هذا المبلغ هدية ميلاد من بابا نويل. صحيح، أجيبه. يبتسم كراو بتكلف ويجيل نظره في الغرفة. أرى أنك بدأت بنبش الأدراج، أليس كذلك؟ لا أجيب، فهو يعرف نقود من التي نتحدث عنها، ولا داعي لاستجوابات مطولة، إنه يستفزني فحسب. لا يهم، يقول كراو، أنت في حاجة فعلية إلى هذه النقود، وسوف تحصل عليها، سواء اضطررت إلى تسولها أم اقتراضها أم سرقتها، إنها نقود أبيك، ولا دخل لأحد بهذا، أليس كذلك؟ خذ المتوفر لك الآن، وسوف تتدبر أمرك في الوقت الحالي، ولكن ماذا ستفعل بعد نفاذ النقود منك؟ فهي كما تعلم لا تنبت كالفطر في الغابة، وكما تعلم ستحتاج إلى المأكل والمأوى، ويوما ما ستنفذ نقودك. سأفكر في ذلك في أوانه. في أوانه يكرر كلماتي كأنه يزنها بيديه. أومئ، كأن تحصل على وظيفة أو شيء كهذا. ربما. يهز كراو رأسه، أتعلم لا يزال أمامك الكثير لتتعلمه عن الحياة. اسمع، أي وظيفة يمكن لفتى في 15 أن يحصل عليها في مدينة بعيدة لم يذهب إليها من قبل؟ أنت لم تنهي تعليمك حتى، من في اعتقادك سيرضى بتوظيفك؟ يحمر وجهي قليلا، في الحقيقة وجهي يحمر بسهولة. لا تشغل بالك، يقول كراو، ما زلت في بداية الطريق، ولا يجوز أن أثبط عزيمتك الآن بكل هذه الهموم. لقد حسمت أمرك بالفعل، وما عليك سوى أن تنطلق. أقصد، هذه حياتك أنت في الأساس، ولك أن تفعل بها ما تراه مناسبا. صحيح، هذه حياتي أنا في نهاية الأمر، ومع هذا أقول لك شيئا واحدا، عليك أن تصبح أكثر صلابة إذا أردت أن تفلح. إنني أبذل قصارى جهدي، وأنا واثق من هذا، فقد ازددت صلابة خلال السنوات الأخيرة، أعترف لك بذلك. أومئ ثانية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.